فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله تعالى في وجه آخر من المشابهة بين هذه الأمة وأهل الجحيم، قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. في آخر هذه الآيات قال: بيّن سبحانه وتعالى أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة السابقة كنا في آخر الآية، وهي قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وصلنا إلى قوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. نعم. فالله جل وعلا حصر الفسق في المنافقين، والفسق معناه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهم خارجون عن طاعة الله نهائيا، وإن كانوا يتظاهرون بطاعة الله في الظاهر فهذا لا يفيد شيئا، يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله يشهد إنهم لكاذبون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلذلك حصر الله الفسق فيهم، إن المنافقين مؤكدا إن المنافقين هم الفاسقون، أي لا أحد أفسق منهم، فهم أفسق من الكفار الأصليين، لأن الأصليين وإن كانوا فساقا عن أمر الله جل وعلا إلا أنهم أظهروا ذلك وصرحوا به، فكان المسلمون على بينة من أمره، لكن هؤلاء خدعوا المؤمنين فأظهروا الإيمان والإسلام، وهم في الباطن أعداء للمؤمنين وأعداء للإسلام، فلذلك صار فسقهم أشد من فسق الكفار الأصليين.